أحسن الله إليكم. تقول في تتمة سؤالها: وإذا ذهبت المرأة مع حملة آمنة هل تعتبر آثمة كذلك؟ نعم آثمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يفرق بين من تكون مع جماعة أو تكون وحدها، ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نفرق نحن ونضع مخصصا لحديث الرسول لم يرد عن الرسول؟ هذا من الاجتهاد الخاطئ الذي يقوله بعضهم وهو خطأ. لا نخصص الأحاديث أو الآيات إلا بدليل من الكتاب والسنة، أما أن نخصصها بآرائنا واجتهاداتنا أو قول فلان أو علان، هذا لا يصلح. نعم.